يعني عندما كانوا يدفعوني في الشارع وأنا أرافق عبد الرحمن بن عمر، يعني قلت أنه حرية التعبير يعني في هذه البلاد يعني غير مضمونة نهائيا. كم من وقفات على فلسطين عملناها دون مواجهات أي قمع. أتذكر أنه يعني في بداية الألفية الثالثة كانت مظاهرتان يعني كبيرتان يعني في البلاد، واحدة في الدار البيضاء واحدة في الرباط، يعني لم يتم قمعها وكان الخلاف بينهما وتم حسم عليها. الآن يعني في مظاهرات من جهة يعني مسموحة وتحيي يعني النظام الأمريكي، ومن جهة أخرى نحن التي نريد أن نعبر عن دعمنا بفلسطين يتم قمعنا منعنا بهذه الطريقة التي رأيناها بألاف بألوفات يعني من قوى الأمن. وطبعا شعرت كذلك يعني بالحجرة يعني عندما كان حاول يعني أحد ضباط الموجودين أن يزيل مني كوفية فلسطين يعني من أكتافي، وكذلك يعني الطريقة التي عامل بها رجل من مسن مثل ومحترم مثل نقيب بن عمر ما تحملتهاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.